الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا في باب التسليم وفضل المسلمين من كتاب الكافي الشريف يتضمن هذا الباب أحاديث حول لزوم ووجوب التسليم لله سبحانه وتعالى، وللرسول صلى الله عليه وآله، وللأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما التسليم لله سبحانه وتعالى ففي التكوين والتشريع، يعني الله سبحانه وتعالى له قضاء تكويني. الانسان يجب ان لا يعترض على قضاء الله التكويني بل يسلم له بل ويرضى به ولله سبحانه وتعالى احكام تشريعيه من واجبات ومحرمات وغيرها يجب على الانسان ان يسلم لها ولا يعترض عليها وكذلك الرسول صلى الله عليه واله والأئمة صنعوا أعمالا وقالوا أقوالا الإنسان يجب أن يسلم لهم ولا يعترض على شيء من أعمالهم أو أقوالهم والتسليم هو القبول قلبا بل والرضا قلبا والعمل بالجوارح فيما يقتضي عملا. واما ان يعترض الانسان على الله او على الرسول او على الائمه فاعتراضه قد يكون شركا جليا وقد يكون شركا خفيا. وتفاصيل الكلام في هذا في بعض روايات هذا الباب. عن سدير الحديث الأول قال قلت لأبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض فقال وما أنت وذاك إنما كلف الناس ثلاثة معرفة الإمام والتسليم لهم فيما ورد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. الاختلاف بين الذين ينتسبون إلى الإسلام واضح الفرق الإسلامية الكثيرة وبعض هذه الفرق يكفر بعضا ويفسق بعضا وكذلك بالنسبة إلى الشيعة هناك فرق، هذه الفرق مختلفة، وحتى في الفرقة الواحدة هناك اختلاف، وهذا نشاهده في هذا العصر، وهذا ليس جديدا، وإنما كان في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا، هنا سدير أو سدير الصيرة فيه يقول للإمام الباقر عليه السلام إني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض الإمام كان يسكن المدينة المنورة والذين يوالون الإمام غالبا كانوا يسكنون في الكوفة وفي العراق بشكل عام هؤلاء لا فقط كانوا مختلفين، بل كان بعضهم يتبرأ من بعض، هذا الاختلاف قد يكون اختلاف في العقيدة، وقد يكون اختلاف في الأحكام، وقد يكون اختلافًا في قضايا أخرى اجتماعية، سياسية، وما إلى ذلك. اما الاختلاف في العقيدة والاحكام، لانه قبل زمان الامام الباقر عليه الصلاة والسلام، الشيعة كانوا قليلين جدا، هذا من جهة، لماذا؟ لان الامويين كالحجاج وقبل الحجاج قتلوا أكثر الشيعة وكثير منهم أبيدوا كثير منهم هجروا وبعض صار في تقية فبطول الزمان إلى زمن الإمام الباقر العدد من الشيعة كان قليلا جدا وكان البطش والإرهاب الأموي شديدا بعد ذلك في زمن الامام الباقر شوي ارتخت قبضة بني أمية وبدأوا في الانحدار فصارت فرجة في هذه الفرجة كثر عدد الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ظهر الذين كانوا في تقية أو أبناء أولئك الشيعة ظهروا وبرزوا ولم يكن احد قد علمهم معالم الدين الامام الباقر عليه الصلاه والسلام هو الذي علم الشيعه معالم الدين وطبيعي الامام في المدينه وهم في الكوفه او في مناطق اخرى يختلفون في كثير من الامور هل هذه هي العقيدة الصحيحة أو لا؟ هل الإمام الباقر قال كذا أو لم يقل كذا؟ ما هو الحكم؟ فطبيعي هذا الاختلاف يكون موجوداً. إذا اختلاف اجتماعي أو سياسي فهو واضح. خصومات شخصية لجهات سياسية أو اجتماعية أو قبلية وما أو إلى ذلك. وكذلك. ما وصلهم من الأحكام العقائد أيضا كان فيه اختلاف وهذا سبب أن يتبرأ بعضهم من بعض فالسدير يقول الإمام الباقر هذا الكلام إما جاي يسأل تكليفه أو يريد يخبر الإمام أنه ذول جماعتك هكذا فكر فيهم شنو حل المشكلة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا الاختلافات مو مهمه المهم ثلاثه امور اولا يعرفوا الائمه طبعا هم موحدون وهم يعتقدون بنبوه رسول الله محمد صلى الله عليه واله ويعتقدون بالمعاد فبعد هذه العقائد شنو المهم معرفه الائمه عليهم ان يعرفوا الائمه، من هم الائمه؟ شنو المناصب التي اعطاها الله سبحانه وتعالى اليهم؟ هذا اولا. ثانيا التسليم فيما ورد عليهم يعني ورد على الناس من الائمه اذا الامام قال لك شيئا تسلم ما تعترض. لأن الاعتراض على الإمام هو نقص في العقيدة أنت إذا تعتقد بأنه هو معصوم وهو إمام من الله سبحانه وتعالى وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإطاعته في قوله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم إذا عقيدتك صحيحة لازم تسلم له والبعض يمكن عقيدته صحيحة لكن مصالحه لا تقتضي لأن يقبل بعض الأحكام أو بعض الأحكام صعبة شهواته تمنعه عن ذلك هذا ناقص الإيمان لازم تسلم للأئمة سواء عرفت الوجه أو لم تعرف يعني الآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر نهانا عن نواهي إذا عرفنا عرفنا الحكمة فيه فبها إذا لم نعرف الحكمه في ذلك هذا لجهلنا مول نقص في ذلك الحكم يوجد كثير من الناس هؤلاء إذا لم يفهم علة حكم يرفض ذلك الحكم مع أنه هو يعلم بان جهله أكثر من علمه الآن مجهولاتنا أكثر من معلوماتنا احنا ايش نعلم الله سبحانه وتعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا جهلنا اكثر من علمنا اذا شيء ما فهمناه هذا لجهلنا لا للاشكال في ذلك الشيء حتى الناس في العلوم المختلفه يعني عندما تراجع اطباء هل تفهم حكمه كل خطوه يتخذها الخطيب الطبيب لا لأن هذا أهل اختصاص. فما بالك برب العالمين وبرسول رب العالمين وبالأئمة الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى وعينهم لقيادة الأمة. فالذي لا يسلم فالذي يعترض هذا ناقص العقيدة ناقص الإيمان. فأولا تعرف الأئمة. ثانيا تسلم لهم فيما ورد عليك منهم. ثالثا والرد اليهم فيما اختلفوا فيه. الله سبحانه وتعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والرد الى الائمه رد الى الله والرسول لانهم الواسطه الى الرسول، الواسطه الى الله سبحانه وتعالى. هسه احنا اختلفنا في امر من امور الدين الحكم من هو الحكم هو الرسول الحكم هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا الإنسان هذه الأمور الثلاثة أوجدها في نفسه عرف الأئمة معرفة صحيحة وسلم لهم فيما قالوه وفي موارد الاختلاف رد إليهم هسه في حضورهم تروح للإمام وتسأله لكن في الغيبة تروح إلى رواياتهم مو كل واحد لازم يكون من أهل الاختصاص إن عرف شيئا فهو وإن لم يعرف سلم يقول آني ما أفهم هذا خلاف ما فهمت وجه الحق فيه فاني ارجع علمه اليهم واسلم لهم فيما قالوا في هذا المورد ما ادري شنو قالوا لكن ما هو قولهم الواقعي انا اجمالا اقبل بذلك. هذا الحديث الاول. الحديث الثاني عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال: لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شريك له واقاموا الصلاه واتوا الزكاة، وحجوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه الله او صنعه رسول الله، ألا صنع خلاف الذي صنع؟ او وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم قال عليكم بالتسليم هنا الامام يذكر ناس معتقدين بالله لا يجعلون الاصنام والانداد شركاء لله واطاعوا الله فيما امر من عباداته. يعني صلوا، زكوا، حجوا، صاموا. الى هاي المرحله العمل تمام. يعبد الله وحده لا شريك له ويؤدي العبادات. لكن يعترض بلسانه أو يجد هذا الاعتراض في قلبه ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله يعني صنعه الله إما في التكوينيات مات ابنه مات أبوه خسر أمواله مثلا قضاء الله سبحانه وتعالى كان بذلك أو لا أن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس القمر النجوم اعتراض أنه شنو الفائدة في خلق النجوم مثلاً شنو الفائدة في جعل الأرض هكذا وأمثال هذه الاعتراضات التي يقولها بعض الناس أو صنعه رسول الله يعترض أنه الرسول صلى الله عليه وآله لماذا حارب المشركين في بدر لماذا الرسول فعل كذا لماذا الرسول صنع كذا أو لماذا الرسول سن هذه السنة؟ خاصة الآن اكو تهريج من أعداء الإسلام وأعداء الرسول صلى الله عليه وآله على شخص الرسول. لأن ضرب شخص الرسول هو ضرب للإسلام. يركزون على شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا الرسول تزوج مثلا تسع زوجات؟ لماذا الرسول حارب؟ لماذا الرسول جاهد؟ لماذا الرسول فعل كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ يعترض على رسول الله صلى الله عليه واله. واحد نقل لي عن احد الاشخاص يقول انه فلان ذهب الى ضريح امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. معترضا على موقف فاطمة الزهراء سلام الله عليها من الحكام لماذا فاطمة غضبت ولماذا لم تكلمهما حتى ماتت كما روى البخاري هذا كان يعترض سبب أنه إحنا طوال التاريخ نقتل ولماذا اوصت فاطمة ان تدفن ليلا مثلا هذا يكشف عن ضعف في الايمان ضعف في العقيدة ضعف في المعرفة وكانه مثلا اذا اصيب بمصيبة السبب هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها مثلا والعياذ بالله ثم قالوا لشيء صنعه الله او صنعه رسول الله الا صنع استفهام انكاري لماذا صنع هذا الكلام صنيع الا صنع خلاف الذي صنع او وجدوا ذلك في قلوبهم سواحد واحد باللسان يعترض اكو كثير من الناس يراعون لكن في قلبه يجد ذلك أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين. طبعا الشرك إما جلي وإما خفي. الشرك الجلي هو المخرج عن الملة. واحد يعبد صنما، هذا بعد ليس بمسلم. هذا الشرك الجلي. عندنا شرك خفي مثل الرياء. الرياء من الكبائر، من المحرمات الكبيرة. لكن لا يخرج المرائي عن المله. يعني هذا بعد ما يصير مرتد كافر بحيث انه تبين منه زوجته، ويقسم ميراثه، ويجرى عليه الحد مثلا، ولا يعتبر من المسلمين. لا هو انسان فاسق المرائي، لكنه مسلم فاسق. الشرك الخفي معناه انه الانسان ده يعتبر نفسه شريك لله سبحانه وتعالى بل أفهم وأكثر فهما لأنه ده يعترض على العمل يعني شنو يعني ذلك العمل غلط والشيء اللي أنا أتصوره هو الصحيح فجعل نفسه في عرض الله سبحانه وتعالى في عرض الرسول صلى الله عليه وآله لكانوا بذلك مشركين يعتبر نفسه افهم من الله، افهم من الرسول صلى الله عليه واله. ثم تلا هذه الايه، باي هذا مشرك؟ الامام يستدل ويستشهد بهذه الايه من سوره النساء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدر الايه أو الآية التي تسبقها ألم تر إلى الذين يزعمون يزعمون والزعم في القرآن يستعمل كما في الحديث الشريف بمعنى الكذب يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بالقرآن وما أنزل من قبلك يؤمنون به الأنبياء السابقين وكتبهم لأن الإنسان يجب أن يؤمن بالأنبياء السابقين وبكتب بكتبهم هؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت طاغوت صيغة مبالغة أصله طغوت مثل ملكوت جبروت يعني الكثير الطغيان يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ليش يريد يتحاكم الى الطاغوت؟ لانه يتصور ان الطاغوت يحكم بصالحه مع ان الله سبحانه وتعالى قد امر الناس امر المؤمنين بان يكفروا بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا اله الا الله وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا تارة الضلال مو بعيد واحد يرتكب ذنب يتوب يرجع لكن تارة ضلال بعيد لا يرجى له الرجوع مثل ما واحد ينحرف عن الجاد يروح في الصحراء يروح يروح بحيث لا يتمكن بعد من الرجوع إلى الجاد هذا الضلال البعيد ثم الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون. ليش قال وربك؟ ما قال وربهم. لأن هذا الذي يريد يتحاكم إلى الطاغوت هذا ليس ربه الله. هذا اتخذ ربًا من دون الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون. يعني لا يكون إيمانهم إيمانا صحيحا مرضيا، حتى يحكموك، يعني يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، الشجار يعني الخصومة، لأنه في الخصومات يظهر الإيمان الواقعي، يظهر الإيمان الواقعي. في غير الخصومات ما يظهر في الخصومة لا أنت مصلحتك وواحد هم يزاحمك في هذه المصلحة يصير خصومة إحنا الإنسان يريد ينتصر لنفسه من جهة ويريد مصلحته من جهة أخرى ويريد يرغم أنف عدوه من جهة ثالثة المصلحة والقوة النفسية والشهوة وكذا كلها تكون في جانب يعارض الدين كثيرا، لانه قد لا يكون الحق معي، والحكم يكون خلاف ما اردته، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اذا الرسول حكم بصالح خصمك، الانسان يزعل يمكن يسلم لذلك الحكم لكن يتأثر نفسيا هذا إيمانه مكامل لأن هذا معناه أنه يعترض ولو قلبا على حكم الرسول ثم لا يجد في أنفسهم حرجا الحرج شنو هو الضيق ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما الحرج نفسي والتسليم عملي. لا يشعر حرج في نفسه ولا انه يعارض ذلك الحكم عملا، بل يسلم عملا ويقبل ذلك الحكم قلبا. في رواية ان عبدا او شخصا اسود كان قد سرق. وذهب الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ليطهره فاعترف بسرقته فاجرى امير المؤمنين عليه الحد لانه الجرم كيف يثبت بطريقين اما بالشهود البينه حسب الموازين الشرعيه واما بالاقرار إما مرة أو مرتين أو أربع مرات حسب اختلاف الموارد. فهذا أقر بالسرقة. فأمر أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام بإجراء الحد عليه. فلما أجري عليه الحد أخذ أصابعه وخرج وهو يمدح أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام. يمدحه. واحد شافه قال له هذا الآن أجرى عليك الحد شلون تمدحه قال أجرى علي الحد تنفيذا لحكم الله سبحانه وتعالى ولسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحيح اني الآن متضرر لكن متضرر بحق لا بباطل ليش لا أمدحه وقد أجرى حكم الله سبحانه وتعالى عليه وللحديث تتمه هسه احنا الان مو في صدد ذلك. في المقابل واحد كان من انصار امير المؤمنين يدعى بالنجاشي، شخصية وفي صفين ابلى بلاء حسنا والى اشعار في مدح امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. هذا في يوم من شهر رمضان ظهرا شرب الخمر واكل جديا مشويا. ويا صديق لا واحد صديق لا أغره فلما سكر بدأ بالعربدة فتم القبض عليهما وجيء بهما إلى أمير المؤمنين في نهار شهر رمضان مفطر شارب للخمر فأمير المؤمنين أمر بإجراء الحد عليه حد شرب الخمر ثمانين جلدة فضرب مائة جلدة اعترض قال حد شرب الخمر ثمانين لماذا ضربت مائة جلدة؟ الإمام قال له الزيادة لانتهاكك حرمة شهر رمضان هذا زعل زعل فترك امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام والتحق بمعاويه. زين هو ليش ترك امير المؤمنين؟ ليش التحق بمعاويه؟ هل لجور اصابه؟ لظلم اصابه؟ لا. وانما لان امير المؤمنين عليا اجرى عليه حكم الله وحكم الرسول وحكم الشرع. تعامل معه بعدل. هذا ما صرف لهذا العدل ما أحب هذا العدل لأنه أريق ماء وجهه وأنت اللي تريد ينحفظ ماء وجهك أمام الناس ليش تعصي الله سبحانه وتعالى وافرض في الدنيا ما حد ما افتهم وفي الآخرة أمام الأشهاد كل الناس من الأولين والآخرين هناك الفضيحة التامة الكبرى إذا أنت تريد تحفظ كرامتك حفظ الكرامة بإطاعة الله سبحانه وتعالى وعدم معصيته اللي يعصي الله سبحانه وتعالى لازم لا يتوقع أن تحفظ كرامته على كل حال من الحق زعل بس إذا الحق بصالحة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لأنه هو مو الملاك عند حكم الله سبحانه وتعالى وإنما الملاك عنده عنده ما بصالحه اذا حكم الله بصالحه يجي سريع مذعن واذا حكم الله مو بصالحه او يحتمل انه مو بصالحه ما يجي الى حكم الله سبحانه وتعالى هذا ايمانه ايمان ناقص وقد يؤدي به الى الكفر اجارنا الله واياكم من ذلك هناك احاديث اخرى في باب التسليم نتركها الى حلقه قادمه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين